المجرمين، المجرمين آذوا مناطقنا أكثر ما آذوا الآخرين، لكن نريد أن نعفو عن الأبرياء ونعوضهم. وذكرت حادثة أمام كل قادة الكتل السياسية، قلت قبل فترة في منطقة في جنوب بغداد حكم على أحد الأخوة بثلاث سنوات قبل حوالي 11 شهر، تهمت أنه ابنه في إحدى التنظيمات الإرهابية، وثبتوا عليه أنه ابن جيبات يمه وأنطاه مساعدة مالية وبالتالي ساعد الإرهاب وانحكم. والله ساعدنا، وبمساعدة الأخوة في القضاء تم الإفراج عنه بعد 11 شهر. وقلت لهم للأخوة احنا ما أثبتنا أنه هذا الشخص ابنه مو بالتنظيم الإرهابي، ولا أثبتنا أنه هو ما ساعد ابنه، أثبتنا هو ما عنده ابن أصلا، ظلم. هو انحكم ظلم، ما عنده ابن، عنده أربع بنات. لكن بحثت عن القضية أنه أحد الميليشيات رايدة تأخذ أرضه 50 دونم في جنوب بغداد، رفض، أخذوه بتهمة الإرهاب، صادروا أرضه قطعوها وباعوها، والآن طلع بيته مبيوع على مود يصرفوه على السجن، وبناته واحد هو المعيل الوحيد. هذا الظلم اللي يصير. قلت لهم عدة من هؤلاء عشرات الألوف. ولذلك أيها الأخوة، نحن لا نطالب بالإفراج عن المجرمين، المجرمين آذوا مناطقنا أكثر ما آذوا الآخرين، لكن نريد أن نعفو عن الأبرياء ونعوضهم. وذكرت حادثة أمام كل قادة الكتل السياسية، قلت قبل فترة في منطقة في جنوب بغداد حكم على أحد الأخوة بثلاث سنوات قبل حوالي 11 شهر، تهمت أنه ابنه في إحدى التنظيمات الإرهابية، وثبتوا عليه أنه ابنه جيبات يمه وأنطاه مساعدة مالية وبالتالي ساعد الإرهاب وانحكم. والله ساعدنا، وبمساعدة الأخوة في القضاء تم الإفراج عنه بعد 11 شهر. وقلت لهم للأخوة احنا ما أثبتنا أنه هذا الشخص ابنه مو بالتنظيم الإرهابي، ولا أثبتنا أنه هو ما ساعد ابنه، أثبتنا هو ما عنده ابن أصلا، ظلم. هو انحكم ظلم، ما عنده ابن، عنده أربع بنات. لكن بحثت عن القضية أنه أحد الميليشيات رايدة تأخذ أرضه 50 دونم في جنوب بغداد، رفض، أخذوه بتهمة الإرهاب، صادروا أرضه قطعوها وباعوها، والآن طلع بيته مبيوع على مود يصرفوه على السجن، وبناته واحد هو المعيل الوحيد. هذا الظلم اللي يصير. قلت لهم عدة من هؤلاء عشرات الألوف. ولذلك أيها الأخوة، احنا عاهدنا الله ونعاهدكم مرة أخرى في هذا الشهر الفضيل وفي هذا المكان المبارك أن نبقى نطالب بكل هذه الحقوق حتى تتحقق، وستتحقق قريبا بإذن الله. وحتى في فقرة ويذكر الأخوة كل السياسيين عودة النازحين، قلت لهم ذك اكتبوا جرف الصخر والعوجة إلا تنكتب أمام الكل. وبعدين صار اتفاق أنه نذكر بس جرف الصخر باعتبار الكل هي راح ترجع، فذكرنا جرف الصخر بالاسم. وتعرفون أني من أول المطالبين، عندما كان الآخرين يخشون أن يذكرون جرف الصخر، أنا من أول يوم ولا زلت وسأبقى إلى أن نصلي جميعا إن شاء الله في جرف الصخر بقوة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المواطنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مع ليلة رمضانية جديدة من استوديو 12 من قناة الفلوجة الفضائية الغراء.
وصراحة فرصة في رمضان أن نتابع خاصة ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي من تصريحات السياسيين. فشفت مقاطع ومن ثم شفت اللقاء الكامل ويا النائب الأخ هيبة الحلبوسي، وحكى عن تفصيلة معينة تتعلق، خلي نشوف والله بعدين احكي. تصريح الشيخ خميس الخنجر الأخير شوية شنج الموقف. طيب في يعني التصريح لم يكن في وقته. مو بوقته، هو تصريح ما بي شيخ نكون تمام بس مو وقته. يعني أنا ما راح نقدر، يعني احنا صار من 2014 لليوم صار لنا 9 سنين، خلال 10 أيام نقدر نرجع الاسم؟ ما معقولة. أكو ورقة اتفاق سياسي بعودة النازحين سواء جرف الصخر أو العوجة أو المناطق الأخرى، كل من يرجع المناطق المدقق أمنيا. احنا المجرم، احنا ما نقول كرجعة المجرم، لا نروح نحيل للقضاء وياخذ عقابه بحق ما ارتكب من جرائم بحق العراقيين. طيب. كنا مع هذا الموضوع، بس ما انت تمنعه ان يعود لديرته ويعود لداره ويعود لمنطقته، هذا ما مسموح به. خلاص خلاص ما مسموح به. اكو اتفاق سياسي وقعت عليه قادة الكتل السياسية بفترات زمنية محددة، والاخ السيد انا حسب علمي من كلام اللي سمعته من اخونا الشيخ دكتور محمد ابضاري قال اكو لجان مشكلة وكل وزير او وزيرين متبنين ملف معين في موضوع الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي المصوت عليه داخل مجلس النواب. هذا الموضوع الكلام يكثر، فما نريد بتصريحاتنا وتصريحات الأخوة الباقيين، كنا خوان وكنا عراقيين وكنا ولد هذا البلد وكنا دم ولحم مسلمين. يعني أنا رسالتي لهيبة أقول له الحقوق يراد لها حلوق، والحلوق اللي تنطق بالصدق وبالحق وليست فقط اللي نسمعها بوقت الانتخابات تغرد بين المواطنين وبين النازحين وبين المهجرين مثل ما كانت حضرتك تسوي. ومن وصلت البرلمان صرت هالساعة خبير بالنفط وبالغاز، الله يكرم. مو هيك الحكي والله عمي، هيك الحكي طق بطق. ليش هو اللي شنو اللي قاله الشيخ خميس الخنجر اللي هو القائد مالتك وعليك أن تحترم القائد مالتك، ولا ليش انت منظم التحالف السيادة؟ تحكي غلط. اشو ما سمعت لك انا صوت ولا يوم من الايام سمعت من نائب من نواب السيادة ان لك صوت بالتحالف؟ اشو ضام راسك؟ احكيني احكي وين ورا حمداني، شو ضام راسك انت لو غيرك اللي طالبت نفس هذا المطلع بيوم 29/3 باجتماعك ويا جناب الشيخ خميس الخنجر رئيس تحالف السيادة وزعيم اهل السنة والجماعة؟ غيرك لو انت نفسك. فمن المعيب واحد يقعد يستمع بالاجتماعات وما له صوت وبعدين يطلع على الفضائيات يحكي لنا على السلاطين وهو قدام نفسه لازم يراجع نفسه، يوقف قدام المرايه ويقول هو انا سويت لهلي؟ انا رد اسالك هيبه الهلبوس الحلبوس سويت لهلك انت؟ انت سويت لهلك وبوقت الانتخابات حزموني ولزموني وين نطول نطول بطيحان نطول سيف المذهب نطول سيف المذهب بطيحان؟ من ورا ما تخلص الانتخابات قعدت على صفحة وسكتت على الفضائيات طالع تغرد. ممكن تعطيني حل بديل؟ انت نفسك جاي تناقض نفسك. مشكلة النازحين ومشكلة اهل جرف الصخر ومشكلة قانون العفو العام عاني الابرياء صار لها كم سنة 8 سنين، انت سويت امانة الله امام كل اللي انتخبوك، انتخبوك بارادتهم انتخبوك بالبطانية و ودجاج المشوية. أرد أسألك سؤال، أنت سويت لهلك أمانة الله هسه قدام كل الشعب العراقي، قل لي سويت، اقنعني أنا، اقنعني أنا الساعة قاعد أنا ورا حمداني جاي أحكي وياك، بالله اقنعني سويت. يا أما تكون قد المسؤولية يا أخوي ويكون إلك صوت بالحق أو لا تحكي، لأنه إن كان حديثك من فضة أو حديثك من تشينكو فالسكوت من ذهب. الناس جاي تطالب بحقها، وفرصة أن تحالف السيادة وجناب الشيخ خميس الخنجر ورئيس البرلمان الأخ الحلبوسي جاي يطالبون، أنت طالع
تحكي والله شلون نقدر نسويها؟ ما نقدر نسويها. يلا حلها حلها شو وقت بس بالانتخابات نسمعك هالساعة من تيجي انتخابات من ناس سنتين ثلاثة راح توقف وتقول حقوق أهلي. حقوق أهلك جيبها هسه. أما عندك وجهة نظر روح عبر عنها باجتماع خاص وقول وجهة نظرك واسمع وجهات النظر الآخرين وعندك قيادات وأنت عضو صغيروني ضمن هذه القيادة. هذا حكي صحيح، هذا حكي المنطق. أنت ما تنضم إلى تحالف أو تنضم إلى حزب وأنت ما مقتنع بيه، عليش منضم؟ حتى توصل للآخرين، حتى الآخرين غير الأحزاب تقول لهم أنا ترى والله رجلي هنا ورجلي هناك، أحكي طق طق وياك ما مستحملك. رجاءً لو تكون ويا هلك لو تتكتر على صفحة، والعتب مو عليك والله يا أخوي. أنا أحبك والله يا أخوي وأحبك وأريد لك الخير، بس العتب على اللي انتخبك. خلي يشوفون هذا قدامكم نموذج. الناس جاي بتطالب بحقوقكم وناس جاي تطلع تقول ما نقدر نسوي لكم شيء. ليش ما تقدر تسوي شيء؟ لان انت ما تريد تصير شيء حتى بالانتخابات تستثمرها انتخابيا. ادعي عليك هذا الادعاء قدام جمهورك، ردني اذا انت تريد، تعال اطلع باستوديو 12 واقنعني ان انت لا. اما هو طلب حق بس ما نقدر نطالب به، ايه لعش نسوي؟ اقنعني هسه، اقنع هسه الامهات والآباء والزوجات والأطفال والأبناء والأخوة. أقنعهم بالله، شو أقنعهم؟ أقنعهم بالله، شو أقنعهم؟ ما طلع لي صورته، شو أقنعهم؟ شو أقنعهم يا أبا؟ هيش طلع لي صورته، هيش طلع طلع المدلول. ما تقنعهم يا المدلول يا أبا؟ عيني هسه أمهات المغيبين يقول لك، وأمهات النازحين يقول لك الروح لك فدوى لهاي السكسوكة اللي مسويها. ما تقنعهين يا أخوي؟ ها يا ابا وجهك متلفح بسم الله ما شاء الله، اقنعني يا اخوي. هي مو حكي، ترى الحكي مو مثل اكل المفلطح، الحكي بالحق مو مثل اكل المفلطح، الحكي بالحق الراد للرجال. فاما تكون ملتزم بقرار قيادتك او لا تشلبه، اقعد على صفحه تكتر. تريد درد تعال اطلع وياي بالبرنامج ورد، ما تقدر تكتر. هاي رساله اولى. أما رسالتي الثانية، أنا حقيقة أيضا أتابع، فتابعت تصريح مثير لمحافظ كركوك الأستاذ راكان سعيد، تحدث عن الأخ خالد شواني. والأخ خالد شواني أنا أعرفه، يعني رجل من كان نائب، من صار مستشار قانون للرئيس الجمهورية، من كان فؤاد معصوم رئيس الجمهورية إلى أن صار وزير عدل. لكن هذا التصريح اللي أنا سمعته وبعدين وصلتني رسالة أخطر بعد اللي سمعته، وأرجو أن يكون كلامه موجه للأخ السوداني. ما طلع للأخ السوداني بصفة القائد العام قوات مسلحة ورئيس مجلس الوزراء، طلع صورته. وأيضا هذه الرسالة إلى مقام جناب الرئيس مسعود بارزاني زعيم الأمة الكردية الزعيم الوطني العراقي، أيضا يستاهل طلع صورته حتى جنابه الكريم يعرف أنه هذا الأمر بخطورته أمامه. وكذلك الأخ الرئيس نيجيرفان بارزان رئيس إقليم كردستان، هم طلع صورة الرئيس نيجيرفان يستاهل. سيادة الرئيس هم حتى الأمر يمك وارجع لي. والأخ مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان، تحياتي إلى الأخ مسرور، هم الأمر يمك. ممكن أسألكم متفضلين، شنو تعقيبكم على اللي كشفه محافظ كركوك بخصوص الأخ خالد شواني اللي الآن هو وزير عدل، في تصريح ضمن برنامج ويا سحر عباس جميل بقناة دجلة قبل 9 أيام؟ خلينا نشوف. سيد خالد شواني كان يشرف على قوات البشمركة في سنة 2014 و15. في حينها قوات البشمركة اللي كانت تقاتل داعش حررت مجموعة من المناطق وهي قرى عربية معروفة ومسجلة وموثقة، حررنا 138 قرية وناحية حرروها من عصابات داعش. هذه 138 قرية هجروا أهلها بنسبة 100% وتهدمت بنسبة 100%، هدمت بجرافات قوات البيشمركة. هذا حالة. الحالة الأخرى إذا يقول أخو الصهاد، احنا نتحدى من يوم فرض القانون وفرض سلطة الدولة إذا أخذ مواطن بغير القانون، واحد إذا بدون مذكرة قبض. ولكن ما استدل عليه من الوثائق الآن
احنا لدينا اكثر من 3000 شخص في سجون الاقليم مغيبين من 2003. عرب؟ عرب بشكل صرف عرب، اكثر من 3000 بدون مذكرات قبض، بدون. من اي سنه؟ من 2003 لحد اليوم، بدليل انه في سنه 2007 انا كنت في عضو مجلس المحافظه، تشكلت لجنه للتفاوض واخرجنا مجموعه من الناس، وراها اخرجنا مجموعه من الناس. بعد ذلك في 19 انا تفاوضت مع حزب الاتحاد الوطني وجبت 340 شخص. جزء منهم 15 سنه محجوز بدون امر قبض، بدون تهمه، بدون اي مبرر، وبدون، وطبعا هو اذا حتى عنده جريمه جنائيه او ارهابيه فالاختصاص المكاني في كركوك واضح. وكيف ينقل له السليمانيه بدون او اربيل بدون مذكره القبض؟ فأنا أسأل يا سيادة رئيس مجلس الوزراء القائد العام قوات مسلحة، وكذلك جناب الرئيس مسعود بارزاني والرئيس جيرفان بارزاني والرئيس مسروق بارزاني، بأي حق كان الأخ خالد شواني، وأسأل خالد شواني يريد يطلع خلي يطلع، يريد يمي باستوديو 12 حياه الله، إذا يريد يرد أنا احترمه هو وهيبة ما عندي مشكلة وياهم، لكن على الحق ما خلاه لصديق. بيا حق صار وزير عدل، هو كان يعني معقولة كان يخطط في الناس الشكل بدون مذكرات وياخذهم السليمانية؟ ليش ما يصير تحقيق بهالموضوع؟ الأخطر من هذا، وصلتني مادة أهدي لكم إياها لمكاتبكم، بالله هم حققوا بيها، شوفوها صدق كذب هذا الحكي، شوفوا. الإرهاب هربنا إلى كركوك وإحنا أبناء كركوك، كنا عرب وتركمان، فعاد لاقيتنا منهم اللي تلقونا البيشمرقة، اخطفونا خطف وين على سليمانية. شفنا جوع وشفنا مرض وشفنا ناس ماتت قدامنا من الجوع والمرض والتعذيب. أنا من الناس ظهري كسر بي وعمليتين سويت، وهسه العملية الثالثة ما تنجح إلا بالهن. يعني أنا صرت فرد، يعني شيء ما أقدر أشتغل أي شغلة، وبرقبتي عوائل وبرقبتي ناس، وجزء بسيط من الناس ظلت مظلومة ما عندها كل شيء. يعني جمعة المواليدة 2003 والمواليدة 48، يعني الشايب العوتشية يجي يتحيي يتوسل عليهم على خبزة، يريد منهم خبزة. فعاد احنا نطالب رئيس الوزراء ونطالب رئيس العدل، اذا كان هناك عدل نطالبه ان يبعث لجنة تحقيقية الى كركوك يشوف مطالبنا ويشوف الناس اللي تضررت هناك، او يطالب بالناس تضررت جوا هناك بالمعسكرات الشمال وبسجون الشمال. نزحنا من قريه كواسكورد الى كركوك، فعادين ظلينا هنا شهرين، ورا شهرين جوا اعتقلونا الاشايز مالا البيشمرقه، جي من ضمنهم نقيب لؤي، هذا النتيجوره اللي يلبسون المكافحه الاسود، اخذونا القبه الجلو، قبه الجلو ظلينا بيها تقريبا إن الوحدة بالليل اعتقلونا إحنا مكلبتشين ومخلينا تكرم بالتواليتات. حققوا ويانا قالوا ما عندكم شي راح تطلعون، وحققوا ويانا من ضمنهم الأمريكان قالوا ما عندهم شي راح يطلعون. ورا ما راحوا الأمريكان جاء علينا المحافظ بالستة الصبح، المحافظ نجم الدين جاء قال لأروم سليمانية، وراها ورا شوية جاءوا أخذونا لسليمانية من الستة الصبح إلى الأربعة العصر. شكون ما اتصل سيطرة يخلي راسك جوا ما يخليك ترفع راسك حاط رجلينك فوقه. خلونا هناك، وصلونا المعسكر السلام القديم، معسكر السلام القديم به محاجر، خلونا بالمحاجر 24 يوم، المحجر 4x4، الحائط ينز مي، وانطونا بتكرم بطانيات هيك مال هذا الشعر المعز ما تقدر تتغطى به، ينطونا فقط بس بتيتا سلك، ويوميا يجون كتل وإهانة ويحجون علينا وانتو اربع عرب وانتو ما ادري شنو انتو صداميين، والارهاب هناك مو معزز مكرم. ونطالب من رئيس الوزراء ووزارة العدل ان يدزون لجنة تحقيقية حتى يحققون مطالبنا ومطالب السجناء اللي ظلوا في سجون الاقليم. هاي المادة بالكامل اذا ردتوها موجودة، لكن اني اطالب كمواطن نيابة عن العرب والتركمان، ومع الاحترام لاهلي الكرد، أنا أطالب والله بلجنة تحقيقية ويا الأخ خالد شواني، إيقاف عمله وإحالته إلى لجنة تحقيقية، وبعد إثبات براءته بريء، إثبات إدانته أنه كان يختطف الناس لأنهم عرب وتركمان، لا والله يدان ماكو لحية مسرحة كلها،
قص 60. احنا لو نشتغل قانون شلون يا عمي صار وزير عدل؟ اذا هو يقول لك يا اخوي والله انا مصدوم يا جماعه، هذا وزير عدل كان يختطف الناس. اذا صدق هذا الكلام سوي لجنه تحقيقيه في كردستان بحكومه الاقليم وهنا في حكومه بغداد. تقدر تسوون لو اتفاقات السياسيه مال ائتلاف اداره الدوله ما يسمح. الحق حق امام الله مو بس قدامكم، وقفوهم انهم مسؤولون. لكن انا وياي جناب محافظ كركوك الاستاذ ركان سعيد وحييه وارد افهم شنو الموضوع. حياك الله سيادتك ويا مرحبا بك في استوديو 12 بالفلوجه. رمضانك مبارك. تحيه لكادر القناه والمشاهدين الكرام. الله يحفظك ويبارك بك. انا مصدوم والله سياده المحافظ، انا ما دا افهم بين تصريحك وبين هذا الفيديو، يعني ايش ممكن تبين لي؟ تفضل. اولا ما ظهر في الفيديو هم الناس اللي احنا جلبناهم. نعم. بالتفاوض في 2019. يعني ذولا بالفعل. انا استغربت من انه السيد خالد شوالي تهجم. نعم تفضل تفضل كمل، انا اسمعك. نعم. نعم تفضل. استغربت منه الشيخ خالد شوالي ظهر في قناة دجلة تهجم بطريقة ليس فيها أدلة، وهو الاضطهاد للكرد، سلب الأراضي من الكرد، التهجير، تعريب بالإبكاء، يعني إذا تمكن سيمحو القوميتين الكردية والتركمانية إذا كان لديه سلطة سيكون أسوأ من علي حسين مجيد. كانت هذه الكلمات اللي نطق بها. لذلك أنا استغربت لأنه ليس بيننا أي حديث وليس بيننا أي خلاف، فاضطريت أنه وسط هذا التشهير الغير منطقي والغير صحيح أن أظهر الحقائق اللي كنت على كل المؤتمرات أظهرها. وبالطبع احنا عملنا أيضا مؤتمر في 2018 في 2018 في فندق بابل، اوضحنا به كل شيء واحضرنا عليه سفارات وبرلمانيين مساله المخطوفين مساله مؤرقه. عملنا لها مؤتمرات في كركوك واهل المخطوفين موجودين. وبالطبع الزوجه او البنت او الابن او الاب او الاخ عندما ياتي للسؤال يسال المحافظه ويقول انه ابننا في السليمانيه، ابننا في اربيل، لماذا لا يطلق سراحه؟ احنا ما هو مصيره؟ هل هو على قيد الحياه؟ ما هي يعني ما هي جريمته؟ سياده المحافظ ذولا طبعا عرب وتركمان ومختطفين، يعني من شوك يعني اكو واحد منهم قال بوقت نجم الدين كريم الله يرحمه من كان محافظ كركوك، توفى الرجل صار له 3 سنين او سنتين. يعني انا الخطف هذا خمس سنوات. لا هذا اللي طلع قال لك انا بقيت 5 سنوات بالسجن. 5 سنوات بدون تحقيق بدون خطف إدانة. كان من 2003 الى 2017. اوف اكثر من 5 سنوات. ما ذكرته انه في 2007 حصلت اتفاقيه بين الاحزاب المكونات، واحدة منهم أصر المكون العربي على إدراج فقرة يعني إعادة المغيبين والمعتقلين في سجون الإقليم، واستلمنا عدة وجبات، وبذلك أيضا تم الاتفاق على وجبات أخرى. لكن أنا في 19 عندما بعد فرض القانون وكنت محافظ تفاوضت مع الاتحاد الوطني، وبالطبع خاطبت السيد عادل عبد المهدي عندما كان رئيس وزراء وأرسل لي كتاب، أيضا أرسل لي كتاب مع استمارة أنه كل استمارة تسلم لكل مغيب أو ذوي مغيب يملؤون بها معلومات المعلومات المغيب. وبالطبع في ناس في القرى، في ناس بعيدين لا يستطيعون يحصلون. شنو علاقة خالد شواني شنو علاقته بالموضوع بالملف؟ لا هذا الاستمارة حتى يثبت. لا قصدي بالملف، ملف المعتقلين والمختطفين شنو يثبت علاقة؟ بأن شنو علاقة من يعني خالد شواني؟ أرد أفهم شنو علاقته بذول المختطفين.
يعني هو اللي قام بالاختطاف هو شكل. لا ما احنا لا إيه؟ انا اقول انه السيد خالد شواني في حينها كان مشرف على محور البيشمركة عم يشرف على القوات، ولدينا صور سنرسل لك اياها اذا في حينها. صور اليه؟ كان مشرف على القوات، فالقوات كانت مراكز الاسايش وايضا سيطرات البيشمركة على المعابر بين داعش وبين كركوك. ولهذا الذين ظهروا لك جزء منهم أخذوا من المعبر، يعني لم يدخل المدينة. عندما حاول أن يهرب من عصابات داعش، فعندما يصل السيطرة الفاصلة يأخذ من هذاك المكان، وجزء من الذين أدلوا بإفاداتهم هم من هؤلاء الصنف. وبالطبع احنا جلبنا الاستمارات وأرسلناها إلى رئاسة الوزراء، ورئاسة الوزراء خاطبت الإقليم. المشكلة أنه حكومة الإقليم أجابت أنه لا يتوفر لها أي سجين من كركوك. أوف لعدوين. لكن أنا بعد 10 أيام من هذا الجواب أنا جلبت 176 شخص. ما افتهمت. جلبتهم 340. أي. جلبتهم كلهم احلتهم الى محاكم كركوك. ايه وين كانوا محتجزين؟ وانا لا انكر لكي اكون منصف، نعم مغيبين من السليمانيه. لا بس حكومه الاقليم قالت ما عندنا يعني علم باربيل، لو ما عندنا علم بكل الاقليم انه اكو من كركوك، بس هي للتوضيح. لا وزاره الداخليه في اقليم كردستان قالت لا يتوفر لدينا اي سجين من كركوك في سجون الاقليم. بكل الاقليم وطلعوا بسليمانيه. في كل الاقليم نعم. لا انتم طلعتوهم من سليمانيه. نعم احنا طلعناهم من سليمانيه. بنفس الوقت انا احلت كل الذين جلبناهم الى محاكم كركوك. لنبين موقفهم القانوني. انا اعرف انه نسبة منهم ربما 10% لديهم قضايا إرهابية، لا ننكر. وربما 5% لديهم قضايا جنائية. هذا ما عرفت من الإحصائية من المحكمة، ولكن 85% أبرياء. كانوا أبرياء، وأطلقت سراحهم محكمة كركوك بعد إجراء التحقيق. ولكن جزء منهم سنين، 10 سنوات، 12 سنة مسجون بدون مذكرة قبض وبدون تهمة وأبرياء، وأهله ما يعرفون أين سجنه ولا يعرفون مصيره. بالطبع الموجودين بحاضر التحقيق في المحكمة كركوك، تحقيق كركوك لديها أصبح كل المعلومات في السجون، وبذلك لأنه الخارج من عدة سجون يعرف ما هو خلفه، ماذا يجري خلفه، لأنه بالتحقيق سيذكر تاريخ اعتقاله وكيف نقل وأين سجن وما هي الظروف التي تعرض لها ومن هم معه وما هي كل الحيثيات. وبذلك طلبت من السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى تشكيل فريق قانوني من مجلس القضاء الأعلى يدرس ملفات الذين جلبناهم من السليمانية لكي يقدموا تقرير ما يحصل في سجون السليمانية وأربيل، يعني الإقليم. نعم طيب. ولكن ايضا يعني مجلس القضاء لم يستجيب لنا في ذلك. لا رئيس مجلس القضاء يعني القاضي فارس زيدان. نعم انا سلمت طلب عندما جاء الى كركوك لافتتاح محكمه كركوك، محكمه استئناف كركوك. ولم يستجب. لكن احنا نعتبر قضيه المغيبين قضيه لا يمكن لأحد أن يسكت عنها، ونقول اجلبوا هؤلاء الناس إلى كركوك. أنتم أخذتوهم من كركوك بناء على ادعاء على أنهم قاموا بفعل معين. جيد، الاختصاص المكاني هو كركوك، أعيدوهم إلى محاكم كركوك ومن عليه قضية ولديكم معلومات يحاكم وفق القانون، ومن هو بريء يذهب إلى أهله. هذا كان طريقتنا بالتفاوض، ونحن لا نخشى من حرض هذه القضية. فإنصاف شخص واحد مظلوم ل 15 أو جزء 18 سنة مسجونين، نعرف لحد الدقيقة،
ما يعرفونهم أهلهم يعني. إذا أنصفنا واحد يعادل كل عملنا حسب المعلومات عندكم، حسب المعلومات عندكم سيادة المحافظ، ترى أنه أنا في كل مناسبات أتكلم عن المغيبين. سيادة المحافظ حسب المعلومات عندك بأي سجون هم الناس اللي جلبناهم؟ بأي سجون حسب المعلومات موجودين حاليا؟ شو اسماء السجون؟ أكو سجون سرية، أكو سجون سرية غير معروفة، وأكو سجون رسمية لكن خلفها سري، بحيث أنه عندما تزور لا تزور القاعات حسب، طبعا هذا حسب ما حسب اللي يقولوا سجناء، طبعا لا نستطيع أن نصل وليس لدينا معلومات، لكن المعلومات يحملها لنا السجناء، دول اللي طلعتوهم يعني دول اللي طلعتوهم من شقد يعني اللي جاي يحجون اللي طلعوا دول كانوا يحجون قبل شويه؟ طلعناهم في 19 بنهايه 18 في 19 من عددهم شقد الكلي؟ خمس وجبات 340 زي. طيب طلعتوهم باعتراف حكومه الاقليم لو شلون طلعتوهم؟ لا تفاوض مع الاخوه في الاتحاد الوطني يعني يعني الموضوع يم الاتحاد الوطني الكردستاني مو يم حكومه الاقليم. لا تفاوضنا مع حكومه اربيل لم تستجيب، يعني نقصد طلبنا فتح خط للتفاوض على المغيبين لم تستجيب. مع الديمقراطي ماكو استجابه، مع الاتحاد الوطني استجابه واخرجونا. هل اكو معتقلين لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني؟ هذا الخطا. هل اكو معتقلين عرب او تركمان لدى الحزب من الديمقراطي؟ من معلومات اللي ادلى بها ذوي المعتقلين، لدينا اكثر من 850 في اربيل. 850 من كركوك، كرد يعني عرب وتركماني مو بس عرب؟ نعم من كركوك، نعم عرب وتركماني. انا اقول 99% عرب. وهذول من يا سنه موجودين؟ لانه بال 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 بالاطلاق الصراحه حسب المعلومات من يا سنه معتقلين او مختطفين؟ لهذا من 2003 و4 و5 و7 الى حد 17. طيب ليش ما بلغتم اذا الحكومه ما جات تتخذ اجراء ومجلس القضاء الاعلى ما جاي يتخذ اجراء، ليش ما بلغتم ممثله الامم المتحده؟ ليش ما سووها شكوى؟ ممثله الامم المتحده كلهم مو بس سيد بلاس خالد، كلهم احنا مسلمينهم الملفات كامله، اعترافات الاهل كامله، احضرناهم مؤتمرات لذوي المغيبين، مؤتمرات احضرناهم وحضره وشهادات من ذوي المغيبين مباشر من ذوي المغيبين، وايضا جلبنا لهم من اخرجناهم من السجون وتكلموا مع ممثلي. لدينا مكتب لليونامي ايضا في كركوك، وابلاس خارط خلت تواجه ذوي المغيبين وتتكلم معهم في كركوك، بس ما كتبت اي شيء. وانا رفضت استقبالها في يوم بدون ما تشوف ذوي المغيبين او بس ولا مره بتقرير بتقرير اممي كتبت شيء؟ كل شيء ما كتبت. لا اللجنه الاخيره اللي في جنيف ايضا اللي كانت بناء على طلبنا لمتابعه المغيبين شافت مجموعة منهم وأيضا ذكرت بتقريرها لوجود خطف وإخفاء في كركوك من 2003 لحد 2017. طيب النواب شنو موقفهم؟ من الأخ رئيس مجلس النواب الأخ الحلبوسي، النواب الآخرين ما سووا شيء؟ كل النواب ما لهم دور؟ والله أنا كاتب إلى مجلس النواب بكل التفاصيل ربما أكثر من 20 مرة. وطلبت لجنة من لجنة النواب عدة مرات وأدز لهم الأدلة ونرسل معها الاستمارات أيضا، وطبعا احنا تذهب استماراتنا إلى رئاسة الوزراء وتذهب استماراتنا إلى الصليب الأحمر وتذهب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتذهب إلى المكتب اليونامي وتذهب إلى كل الجهات المختصة بهذا الأمر، ولكن احنا نرى انه موضوع المغيبين لم نرى له اهتمام. وبالطبع في كركوك انا عملت ثلاث مؤتمرات
وعملت مؤتمر في فندق بابل وجبت عليه كثير من أعضاء مجلس النواب الأمم المتحدة، سفارات دول معينة كانت أيضا حاضرة، والصليب الأحمر، ولكن أيضا لما نرى تحرك في ذلك. والله خلينا نشوف. لذلك عندما نتهم عندما نتهم من قبل وزير العدل بذلك بأي شيء يعني فيه إجراءات خلاف للقانون، يجب أن نوضح بأن الإجراءات هي التي كانت خلاف للقانون. أما إحنا نتحدى أي شخص في أن يذكر في كركوك بعد فرض القانون أنه اعتقل شخص اعتقل بدون قانون أو بدون. طيب ليش ما عوائل المغيبين والمعتقلين يرفعون دعاوى ضد خالد الشواني وزير العدل إضافة لوظيفته؟ لا هم يعني لا تنسى أنهم مسؤولين القوات البيشمركة كل فترة يتبدلون. مثل خالد الشواني كان مشرف فترة يجي آخر يشرف فترة وهكذا. هم قدموا في محكمة كركوك جزء منهم قدموا شكاوي في محكمة كركوك، ولكن أيضا الإجراءات في المحاكم هي إجراءات رتيبة يعني لم تنتج شيء. للأسف والله. سيادة المحافظ أريد أسألك ملف آخر، هو جاي يكتبون نطالب محافظ كركوك إطلاق 1000 درجة وظيفية، يعني ما افتهمتها، هل اكو درجات وظيفيه حضرتك اطلاقها يمك لو هم يطالبون اضافه 1000 درجه وظيفه؟ ما افتهمت يعني. لا، ال1000 درجه وظيفيه هي يعني موجوده، جاءت وفق البرنامج الامن الغذائي بمنح كل محافظه 1000 درجه وظيفيه بصفه عقد. انا شكلت لجنه، وعندما شكلت لجنة للعمل وفق الضوابط القانونية لوزارة المالية كان اعتراض من الأخوة الكرد والتركمان، أنه أقصد ممثليهم في البرلمان، أنه لا تعمل وفق ضوابط الأمانة العامة أو ضوابط وزارة المالية، أعمل بنسبة التساوي بين المكونات. وبذلك أنا رفعت هذا الطلب أيضا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقلت أنه ممثلي المكونات يريدون أن أوزع هذه الدرجات بالتساوي بين المكونات، فإذا كانت هناك موافقة حتى أعمل بها. لكن الجواب اللي جاءني أنه أعمل وفق وضوابط وزارة المالية ولا تحيد عنها. وبذلك شكلت لجنة وعملنا وفق ضوابط وزارة المالية وحسب النسبة السكانية لكل قضاء ولكل ناحية وحسب الضوابط تماما، اللجنة ليست فيها شائبة في العمل. وأكملنا العمل من قبل حوالي شهرين أو أكثر. لكن الأخوة في يعني المكون التركماني قالوا أنه النتائج اللي ظهرت هناك غبن للمكون التركماني، فإحنا نطالب بعدم إعلانها لنحاول أن نحصل على موافقة في قضايا التوازنات. وبذلك لم يحصلوا لحد اليوم، وأنا ما أعلنت بناء على رغبتهم، ولا كل شيء جاهز أقدر أطلقه في أي يوم. تمام. يعني الأخوة الكرد بعد الإجراءات شافوا الإجراءات كانت إجراء صحيحة. سؤال آخر. صحيح قال أطلقها بالرغم من أنه يعني إيش وقت ممكن سيادة المحافظ تطلق؟ يعني بها وقت زمني بعد أسبوعين يعني بعد شهر؟ بأي يوم، بس لازم أحصل على يعني ما يعني اريد الممثلين مكونات كركوك في مجلس النواب يعني لا يصنعون مشكله من خلالها، يقولون انه اوكي هذا الاجراءات قانونيه وصحيحه. هم يقولون قانونيه وصحيحه ولكن غير متوازنه. تمام. بالنسبه سياده المحافظه، اكو محاضرين مجانيين بال 2020 يعني، واكو مال 2019 ايضا، يقولون طلعت الاسماء مال العقود ب 2019 يراجعون يقولون هم ماكو اسماءكم. اكو هيك مشكله؟ للامانه انه اكو مشكله من هذا النوع. لكن الجميع يعلم بانه تم سحب صلاحيات المحافظين من مديريات العامه للتربيه والصحه، وبذلك نحن نتدخل بناء على الشكوى ولا نستطيع ان نشرف على مثل هذا الامر. نعم. هناك شكاوي من بعض المحاضرين، احنا كتبنا الى مديريه التربيه واجتمعنا مديريه التربيه وطلبنا منهم احداث توازن، لانه
المديرية بعد قرار مجلس الوزراء بفك ارتباطها بالمحافظة وإعادتها إلى الوزارة أصبحت لها استقلالية في عملها مع الوزارة. سؤال سيادة المحافظ عن بس خلي يقول لك السؤال لأنه هو عبرني. دقيقة دقيقة دقيقة. أكو موظفي الكهرباء الأراضي السكنية ما مانحيهم الأراضي السكنية، وأكو الصكوك مال المادة 140 هاي شنو والله ما أدري أنا، هاي اكتبوا لي فأنت أسألك لأن على الهواء. الأراضي على الأستاذ أنور طرقت موضوع يعني لم توزع أي أرض في كركوك من 2003 بسبب المشاكل بين المكونات والصراع والتجاوزات، أيضا تجاوزات لم تبقي أراضي للمحافظة للتوزيع، وبذلك نجد صعوبة في إيجاد أي أرض لتوزيعها. وأحنا قمنا بتشكيل لجنة بهذا الخصوص، ولحد هذا اليوم عبرنا 4000 قطعة أرض، ولكن لا نستطيع أن نعطي الدائرة كل متطلباتها. احنا نعطي لكل دائرة 10% إلى 15% من حجمها لحين ما نحصل على أراضي أخرى. والجميع يعلم بأنه كركوك نسبة التجاوز فيها، احنا استلمنا مدينة كان فيها فوضى من التجاوزات، نسبة التجاوز فيها تتعدى 50%، فتجد كركوك 50% مدينة رسمية بتخطيط عمراني بلدي و 50% منها فوضى، يعني 50% عشوائي. الجميع يعلم انه من 2003 الأحزاب أطلقت يد التجاوزات لأسباب معروفة. القرى المهدمة وبذلك العفو. وبذلك احنا وزعنا لكثير من الأراضي وزعناها، لكن وزعناها بنسب واطئة. والجميع يعلم أنه أيضا لدينا تصميم أساسي للمدينة وحيل من 2012 لتوسيع المدينة وضم أراضي لكي نستطيع أن نوزع أراضي، ولكن الكل يعلم أنه الأخوة أعضاء مجلس النواب من المكونات رفضوا المصادقة عليه، وبذلك توقف مصادقته. واحنا اذا ما نصادق عليه ونتوسع لا نستطيع ان نوفر اراضي في الظرف الحالي بالشكل المطلوب. نوفر 20% 25% لكن لا نستطيع ان نوفر لموظفينا بشكل كامل. القرى المهدمة ركزنا بالأمانة على الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا الارهاب، وصلنا الى 70% منهم لكن في دوائرنا لا نتعدى 15 إلى 20%. طيب اللاعب الكابتن أيمن حسين فاز بالشباب ببطولة خليجي 25 بطولة الخليج العربي بالبصرة، وعدتوه بقطعة أرض ما منطينا قطعة أرض، مو رئيس الوزراء قال خصصوا له قطعة أرض، يقولون ما منطينا قطعة الأرض للآن. يراجع. لا بالله عليك يراجع. هذا أمر رئيس الوزراء. كان مراجع أمر رئيس يراجع ويجيب لنا القرار ماله ونستضيفه بكل رحابة، وهو يعني رمز رياضي لكركوك وإنجاز أيضا، وأحنا بالقانون نعطيه. لكن أيمن مشغول أعتقد بالرياضة في أندية خارج البلد ولا يراجع. أدري بس حقه هذا رئيس وزراء أمر له يعني، وبعد شي يحتاج يعني هذا إيراد له وصلة. فلا مو وقفة، أنا أقصد من أريد أعطي أرض غير الشخص يجي ويجيب مستمسكاته. يا بيا هلا روحوا، والدته موجود الله يستر عليه، روحوا روح حصلوها ترى راح تروح ترى موجود أستاذ راكان تحصلوها ترى وراها مو تعتبون، روح منها الساعة أخذوا قاعكم يعني ما غير نحكي لهم الصدق طق بطق. سيادة المحافظ الناس يسموك رجل الإعمار وكركوك عراق مصغر هذه معروفة، بس رجل الإعمار يعني هذا والله واحد يفتخر بيها. بعد المطار وبعد هسه مسعاكم إلى شارع الجامعة وإلى أيضا ملف الجامعة، يعني شنو الجديد ممكن تقول لي؟ أنا أشوف لك والله فيديوهات يومية يعني نشاطاتك ويا يعني الفرق الهندسية والفنية بشكل مستمر وإقامة أحد المجسرات، يعني هاي خلال هالأسبوعين نشاطاتك يعني إضافة للإفطار الجماعي اللي أقمته للكثير من العوائل من الأيتام وغيرهم،
شنو الخطوه المقبله اللي حطب اولا ببالك؟ يعني خلينا نقول اول حتى تفكر. نذكر حتى نذكر ما تم انجازه من 2018 لليوم. نعم احنا امامك ومن خلال شاشتك الله يسلمك نتحدى مواطن واحد في كركوك ان يستطيع ان يقدم طلب انه شارعه غير مبلط وغير مخدوم بالماء والمجاري في كل مناطق المحافظه الرسميه العشوائيه بحث اخر فيها خدمات لكن غير كامله. لا لكن احنا اعلنا في هذه السنه بأن كركوك قد اكتملت الخدمات في كل أنحاء المحافظة ولا يوجد فرع في أي حي غير مبلط حتى إلى طوله 50 متر. من أهم إنجازاتنا مطار كركوك اللي تعرف كان تحدي كبير وأنجز. نعم احنا الان نمتلك شوارع حوليه مهمه واخرها مجسر الجامعه اللي ان شاء الله خلال 3 أشهر يفتتح. كركوك اثبتت في اعتى ظروف الامطار انه مدينه المجاري مالها تعمل بشكل ممتاز وبدون اي فيضانات او اختناقات لا توجد. نفذنا طريق كركوك حويجه 50 كيلومتر الممر الثاني. الآن ننفذ طريق كركوك تكريت الممر الثاني 65 كيلومتر. الآن ننفذ طريق كركوك بيجي أيضا. ونفذنا أيضا توسعة وتجديد إضافة ممر لكل إضافة سايد لكل ممر وتجديد طريق كركوك أربيل بطول 36 كيلومتر. ونحن وصلنا في بعض الأقضية والنواحي نسبة القرى التي وصلها التبليط 100%. بارك الله فيك والله عافية عليك. من حوالي ولهذا جاي سيقول من حوالي 100%. باقينا قرى جنوب داقوق قرى جنوب الرشاد في هذه الخطة سينتهي وسنعلن تبليط آخر قرية في هذه إن شاء الله. المدينة أول شيء المواطنين لها مشروع ماء كركوك المرحلة الثانية. أي وبنينا جنسية من لدينا دوائر دولة حديثة جدا من الجنسية إلى المحكمة. إلى مؤسسة الشهداء ولسنتين نحوز على المركز الأول في بناء المدارس إن شاء الله. ولا توجد لدينا قضاء أو ناحية في هذه المحافظة إلا ومربوط بمركز المحافظة بممرين وليس ممر واحد. بارك الله بك. أنا خلص الوقت بس أريد أقول لك المواطنين من أهالي كركوك الآن على الهواء اطلقوا عليك زعيم كركوك. قالوا قبل كنا نقول عليه مهندس كركوك. الريد انور حمداني يقول احنا اطلقنا عليه زعيم كركوك لما ينجز. واكو بعضهم يريدون الغاء السنه التجريبيه لموظفي ديوان المحافظه اسوى بجامعه كركوك. والبعض يطالبون بانه التعويضات مال المناطق المحرره التي يكون بها اسراع. وهاي والله هاي اكثر مطالب احنا احنا خلص الوقت. التعويضات المناطق المحرره اختصاص لجنة ضحايا الإرهاب ووزارة المالية واحنا كاتبين جهزونا بالمبالغ اللازمة لضحايا الإرهاب اللي هي 54 مليار. الآن دينطونا بس ضعيف لا يكفي إن شاء الله. وأيضا لازم الناس تعرف أن هناك 138 قرية مهدمة بواقع 18,000 وحدة سكنية مهدمة كلها تحتاج تعويض. وهذه القرى المهدمة أنا ذكرتها في اللقاء في دجلة ومن قام بتهديمها بشكل كامل. بارك الله بك. طلبات يعني خلاص الوقت ترى. قامت بتهديمها القيادات والسياسيين في قوات البيشمركة. للأسف والله للأسف. تحية الكركوك بعربها وكردها وتركمانها بمسلميها وبمسيحيها وبمحافظها وزعيمها الأستاذ راكان سعيد جبوري. وهي رفعت العقال لكم. الله يبارك بكم ويحرسكم ويسلمكم جميعا. تحياتي لكم. شكرا سيادة المحافظ. موعدنا باكر إن شاء الله مشاهدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.